لعبوا وين خرجوا وين جاوا. اذا جديد قائمه جمال بالماضي سبع لاعبين راح نتعرفوا عليهم كما قلت واحدا تلو الاخر. اعزائي المشاهدين لا قادري هذا قادري نبداو اولا باللاعب عبد القهار قادري. عبد القهار قادري اعزائي المشاهدين كما راكم تشوفوا في الصوره من مواليد 24 جوان سنه 2000 يعني عنده 21 سنه شاب ما شاء الله. الطول تاعو 1.70 وسط يعني هجومي هذا واش كنت نقول يعني مش وسط دفاعي وانما هو وسط هجومي. السعر نتاعو حسب ترانسفير ماركت هو 2 مليون يورو. راكم تشوفوا المراكز نتاعو ميليو اوفونسيف يعني مهاجم وسط هجومي وكذلك لاعب وسط يعني اكسيال ولا لاعب ميليو سنترال. فيما يخص الموسم هذا لعب 22 مباراه عنده هدف واحد وعنده 6 تمريرات بطاقتين صفراوتين وبطاقه حمراء. لعب 61% من المباريات كان اساسي و62 ولعب 52% من الدقائق المتاحه هذا الموسم وشارك في 18% من اهداف نادي كورتري يعني كان يلعب مع نادي بارادو. وفي سنه 20 انتقل او سنه 21 انتقل الى نادي كورتري البلجيكي وسعره ب يعني 500 مليون او 500 الف اورو. هذا فيما يخص اللاعب اعزائي المشاهدين هذا فيما يخص اللاعب قادري الذي هو يعتبر جديد المنتخب الجزائري. نروح للاعب الجديد الاخر في صفوف المنتخب الجزائري وهو بلال ابراهيمي كما راكم تشوفوا اعزائي المشاهدين. بلال ابراهيمي لاعب او جي سي نيس ولد في 14 مارس سنه 2022 سنه جزائري بطبيعه الحال. طوله 1.83 هو يعني لاعب جناح ايسر يعني هو بديل لبليلي يعني الوطنيه تاعو الناسيوناليتي تاعو تحول يوم امس فقط كان فرنسي والان في موقع ماركت ترانسفير اصبح جزائري بعد يعني يعني استدعائه للمنتخب الجزائري. لعب 20 مباراه هذا الموسم عنده تمريرتين حاسمتين يعني هذا الموسم لعب مع اونجي ولعب كذلك مع نيس يعني كان 13% من المباريات في البدايه تاع المباراة يعني كأساسي 21% من الدقائق المتاحة لعبها وساهم في 5% من أهداف فريقه. المركز تاعو راكم تشوفوا فيه كما قلنا جناح أيسر ويلعب كذلك في وسط الهجومي وكذلك جناح أيمن يعني المراكز الثانوية يعني لاعب متعدد المناصب نحتاجه. إذا لاعب يعني تطور وتكون في إنجلترا مع فريق بورو ميدلسبروغ حتى 23 سنة. سنة 19-20 راح إلى رامس تمت إعارته إلى لومون بعد ذلك رجع إلى رامس لأن يتم بيعه لأنجي سنة 21-22 ب 1.30 مليون ليتم بيعه مرة أخرى ب 7 مليون كاملة إلى نادي نيس 21-22 وبالتالي الآن أصبح لاعب لنادي نيس يعني لاعب ممتاز جدا 22 سنة يمكننا الاستفادة من خدماته مستقبلا. هذا يعني نقول عليه أنه استثمار لصالح المنتخب الجزائري وهذا شيء جميل وجميل جدا. فيما يخص الآن اللاعب يانيس حماش لاعب بوافيستا أكيد كلكم تعرفوا وكلنا طالبنا به. يانيس حماش لاعب بوافيستا ولد في 13 من جويلية 1999 22 سنة لاعب شاب ما شاء الله 1.77 في الطول تاعو يلعب كظهير ايسر وهو اكيد جزائري. اذا فيما يخص المباريات لعب 26 مباراة سجل 4 اهداف عنده 4 تمريرات عنده 5 بطاقات صفراء ولا بطاقة حمراء شيء مميز. لاعب مدافع ما عندوش بطاقة حمراء. 65% من المباريات كان كأساسي 63% من الدقائق المتاحة لعبها هذا الموسم وساهم في 21% من اهداف نادي بوافيستا وهذا شيء ممتاز ومميز بالنسبة للاعب مدافع. فيما يخص المراكز تاع اللاعب راكم تشوفوا فيها امامكم هو لاعب ظاهر ايسر كذلك يمكن له ان يلعب لاعب وسط يساري وكذلك حتى انه يلعب جناح ايسر يعني ممكن انه يعوض بليلي في حالة الحاجة. فيما يخص الأندية اللي لعب فيها لعب في نادي نيس يعني أقل من 19 سنة ولعب كذلك في نادي نيس الفريق الثاني في سنة 16-17 إلى أن انتقل سنة 16-20 أو موسم 19-20 إلى نادي ريد ستار اف سي الفرنسي كإعارة بعده رجعت الإعارة تاعه انتهت الإعارة تاعه ورجع إلى نيس سنة 20-21 لينتقل بعدها الموسم الماضي موسم 20-21 إلى بوافيستا يعني البرتغالي أعزائي المشاهدين. إذا إلى حد الآن لو نشوف هذو ثلاث لاعبين اللي تكلمنا عليهم الآن يعني هي إضافة مميزة ومميزة جدا أعزائي المشاهدين وتخدم أكيد المنتخب الوطني الجزائري في انتظار يعني نعطيكم الآن بقية اللاعبين اللي جاءوا إلى المنتخب الجزائري. ما زالوا لنا 4 لاعبين ستاتكا وكذلك موندريا وكذلك عمراني وبطبيعة الحال اللاعب الجزائري الجديد تاع الدوري الجزائري بالعيادة.
الان راح نعطيكم اللاعب الرابع الذي هو متواجد معنا ومن بعد نقراوا التعليقات تاعكم اعزائي المشاهدين. الان نروح الى اللاعب ستاتكا. اللاعب ستاتكا اعزائي المشاهدين او قدامكم اكيم ستاتكا، ماشي حكيم، اسمه اكيم ستاتكا. امامكم لاعب كليرمون فوت الفرنسي، يعني ولد 30 ماي 1995 نوعا ما كبير في السن، لكن 26 سنه هو السن اللي اللاعب يقدم فيه افضل ما يمكن ان يقدمه. جزائري الجنسيه بطبيعه الحال، متر و73 جناح او ظهير ايمن. لعب هذا الموسم 38 مباراه، يعني لعب كل المباريات، لم يسجل اي هدف، عنده 3 تمريرات حاسمه، بطاقه صفراء، 5 بطاقه صفراء ولا بطاقه حمراء. دائما نقول شيء مميز جدا انه لاعب ما يتلقاش بطاقه حمراء وهو مدافع. لعب 97% من المباريات كان اساسي، 98% من الدقائق المتاحه لعبها شيء خرافي جدا، ويعني ساهم في 8% من اهداف كليرمون فوت. اللاعب الان ستاتكا، دائما اكيم ستاتكا هو ظهير ايمن كما قلنا، وكذلك يمكن له ان يلعب كظهير ايسر يعني كمركز ثانوي. وين الانديه اللي لعب فيها؟ لعب في البدايه مع نادي ايستر في موسم 14-15، بعدها انتقل الى لونس موسم 15-16، بعدها انتقل الى كذلك لونس الاول يعني لونس بي، ثم لونس الاول في 16-17 اللي كان بلا فريق في موسم 17-18، بعدها انتقل الى ريمي في 17-18، وفي موسم 18-19 انتقل الى مارينيان اف سي يعني بانتقال حر، بعدها انتقل كذلك بانتقال حر في 19-20 الى كليرمون فوت في 1 جويلية 2019، ليصبح الان لاعب ليل بداية من هذا الصيف. مازال ما داروش في ترانسفير ماركت، لكن يعني الانتقال بنسبة كبيرة جدا تم، وسيصبح لاعبا لنادي كلارم او نادي ليل الموسم المقبل. اللاعب القادم هو عمراني، عمراني بلال المهاجم تاع كلوج الروماني، ولد في 2 جوان 1993، 28 سنة يعني اسبوعين، ويصبح في سن او اكثر يعني من اسبوعين 2 جوان، لا من اسبوعين، الاسبوع هذا يكون عمره 28 سنة، يعني في يوم المباراة يكون في عمره 29 سنة. الطول 1.87 متر، مهاجم. هذا الموسم لعب 8 مباريات فقط، وهذا السؤال اللي نطرحه، يعني لاعب يلعب في الدوري الروماني ولاعب فقط 8 مباريات فقط، يعني لم يسجل اي هدف. تخيلوا مهاجم لا هنا ترانسفير ماركت، اعتقد انه هنا راهم خاطئين في الاحصائيات، لانه عمراني عنده لا ممكن يسجل في الكاس، ممكن يسجل في الكاس وفي لا اعتقد انه ترانسفير ماركت تغلط، اذا اهدافه كلها في الكاس وفي يعني ممكن البطولات الاوروبيه. عنده 4 تمريرات حاسمه، لانه هذه الاحصائيات تاع الدوري الروماني، عنده بطاقتين صفراويتين، 40% من المباريات كان فيها ضمن التشكيله الاساسيه، كذلك 50% من الدقائق المتاحه لعبها عمراني، و22 ساهم في 22% من الاهداف تاع كلوج. اذا هنا الاحصائيات فيه خلل، ما عندهمش احصائيات كامله، لانه 22% من اهداف يعني ساهمها، اذا راه عنده اهداف ماهوش عنده يعني تمريرات فقط. المركز تاع اللاعب عمراني راكم تشوفوا فيه مركز الوسط، مهاجم اوسط، وكذلك يلعب في الجناحين الايمن والايسر ك يعني مركز ثانوي. الانديه لعب في مارسيليا الى غايه 11-12، بعدها انتقل الى اورلي في 13-14، بعدها عاد الى مارسيليا من الاعاره في 13-14، بعدها راح الى كلوج في يعني 16-17، والان اصبح من دون فريق بعد نهايه الموسم في الدوري الروماني. يعني الان عمراني الان من دون فريق، ولم يلعب الكثير، قلناها بانه مش لاعب اساسي ثابت مع نادي نادي يعني كلوج، وهذا يعني الشيء اللي حيرنا استدعاء عمراني. يعني هو كان في بعض الاحيان مع الفريق الثاني لمارسيليا تم استدعائه، لكن رفض الدعوه، الان نجيبوه وهو غير اساسي في نادي كلوج ومن دون فريق. الحقيقه تقول من دون فريق، لانه الناس راهي تقول لك هو لاعب كلوج، ماهوش لاعب كلوج من دون فريق. انا كنت ما كنتش حاب نقولها في قائمه الفريق حتى ما تقولوش راك تبلى، لكن انتظرت هذه المعلومات من ترانسفير ماركت يا جماعه، من ترانسفير ماركت هو الموقع الاول عالميا في الانتقالات. يعني الان عمراني راه من دون فريق وليس مع كلوج، انتهى عقده ولم يجددوا له. اللاعب الاخر هو الحارس الجزائري انطوني ماندريا، اب جزائري ام او اب فرنسي وام جزائريه، من مدينه شلف. انطوني ماندريا اذا ولد سنه 25 ديسمبر 1996، 25 سنه، يعني سن ممتاز وممتاز جدا للاعب
يعني حارس مرمى. كذلك الان ان لانسيوناليتي راكم تشوفوا مازال ما غيروهاش في ترانسفير ماركت، مازال فرنسيه يعني مازال ما سمعوش ممكن انه راهو في قائمه المنتخب الوطني. ورم يقولوا جوار ناسيونال اكتويال الجزائر، يعني هناك خطا فقط، راهم قالوا باللي راهو يلعب مع المنتخب الوطني. القيمه السوقيه نتاعو 400,000 يورو. هذا الموسم لعب 10 مباريات، كلكم تعرفوا يعني نادي اونجي، يلعب في نادي اونجي، كلكم تعرفوا انه بدا يلعب في القسم الثاني بعد اصابه الحارس الاول، بعدها قدم مباراه رائعه واصبح يعني الحارس الاساسي، استقبل 14 هدف، يعني عنده كلين شيت، عنده 2 كلين شيت، يعني لم يستقبل اي هدف، لم ياخذ اي بطاقه. في 26% من المباريات كان فيها اساسي، 26% من الدقائق لعبها هذا الموسم ولم يساهم في اي هدف، المركز تاعو حارس المرمى. اما الانديه اللي لعب فيها بدايه تكون في نادي نيس 16-17، راح الى اونجي في 20-21، راح الى شولي ويعود من الاعاره الى اونجي هذا الموسم ويصبح لاعب اساسي مع نادي اونجي الفرنسي. نروح الان اعزائي المشاهدين للاعب رياض بن عياد الجزائري، ما لقيتش عليه معلومات في ترانسفير ماركت، لكن ممكن اني نعطيكم معلومات عليه، يعني المعلومات اللي عندي عليه. اللاعب بن عياد هو من مواليد 2 نوفمبر 1996 في بير موندرايس بالعاصمه، مهاجم لعب مع بارادو وحاليا مع وفاق سطيف، وهذا اول استدعاء.